وصلنا معكم للمحطة الثانية في نشرة التاسعة، مجموعة من الأخبار الرياضية وأحوال الساحرة المستديرة. عودة مرة ثانية إلى دينا فكري. إليك دينا. شكرا لكم. وأخبار الرياضة محليا وعالميا. اختتم المنتخب الوطني تدريباته استعدادا للقاء الكاميرون في 9 مساء غدا في الدور قبل نهائي لبطولة الأمم الإفريقية. شهد الميران مشاركة محمد أبو جبل في التدريبات الجماعية، فيما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، والذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. واستطاع منتخب الفراعنة التأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية. هذا ويعاني منتخب مصر من عدة إصابات قبل مواجهة الكاميرون، حيث يفتقد المنتخب جهود محمد الشناوي وأحمد حجازي، إذ يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية والثاني من تمزق في أوتار العضلة الضمة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية محمد أبو جبل بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضمة. وتاريخيا تحمل لقاءات مصر والكاميرون العديد من الذكريات التي لا تنسى للجمهور الأفريقي، حيث واجه المنتخب المصري الأسود غير المروضة خلال 27 مباراة، وحقق الفراعنة الفوز في 15 لقاء، وكان الانتصار من نصيب الكاميرون في 6 مواجهات، بينما حسم التعادل 6 لقاءات. وعلى مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية، تواجه المنتخبان في 10 مباريات من قبل، حقق منتخب مصر الانتصار في 4 مواجهات وخسر في 4 مباريات، بينما جاء التعادل في مباراة أحدهما أصفر عن انتصار الفراعنة بركلات الترجيح. هذا وقد رصدت كاميرا التلفزيون المصرية توقعات الجماهير حول مباراة المنتخب الوطني مع الكاميرون وأمنياتهم بفوز المنتخب. إن شاء الله بإذن الله الفوز المصر بإذن الله، وده طبعا شيء قيم جدا لمصر والوطن الحبيب مصر. إن شاء الله بإذن الله 2-0. مصر عندها منتخب جدا مقاتل، واتمنى طبعا ان مصر تفوز، يعني ممكن 2-1 لمصر، وان شاء الله مصر تكسب كده. ان شاء الله اتوقع في الماتش ان شاء الله 1-0 لمصر. هو ان شاء الله الماتش هيبقى يعني هو صعب، لان في الكاميرون وفي وسط جمهورهم، ولكن ان شاء الله انا اتوقع ان مصر هتفوز ان شاء الله. ان شاء الله تفوز 2-1 ان شاء الله. توقعاتي ان شاء الله 2-1 لمصر باذن الله، نطلع الكاميرون، وانا اتوقع ان 1-0 المنتخب باذن الله. ان شاء الله 2-1 لمصر، محمد صلاح ومصطفى محمد. ان شاء الله 2-0 لمنتخب مصر باذن الله، محمد صلاح ومصطفى محمد. ان شاء الله مصر تكسب، بس اهم حاجه الروح المعنويه تكون مرتفعه، ويفضل الفريق متماسك كده وزي ما بقياده محمد صلاح. ان شاء الله مصر باذن الله تصعد، مصطفى محمد ومحمد صلاح. انا اتوقع ان شاء الله مصر تجيب 2-1، وان شاء الله يعني الماتش يكون كويس. يعني والله يعني اللعيبه عودتنا ان الماتشات اللي فاتت كانت رجاله وقد المسؤوليه، وان شاء الله الماتش الجاي تبقى قد المسؤوليه برضو. يواجه منتخب السنغال الان منتخب بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي من كاس الامم الافريقيه المقامه حاليا في الكاميرون بالدور قبل النهائي للمسابقه القاريه على ملعب احمد اهيدجو في العاصمه ياوندي، وهي المواجهه الاولى في نصف النهائي. ختام أخبار الرياضة وعودة إلى إلهام ومصطفى، إليكم. شكرا جزيلا من جديد لك دينا.